الصعيد الإنساني فرت مئات العائلات التي تسكن مناطق الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس إلى مناطق أكثر أمنا. بعض هذه العائلات استقرت في شقق سكنية غير مكتملة البناء بعد أن تقطعت بهم السبل من دون أن يجدوا لهم مأوى. ويناهز عدد اللاجئين بسبب المعارك جنوب العاصمة الليبية طرابلس منذ نيسان أبريل الماضي، يناهز بحسب تقارير أممية 140 ألف نازح. يدان حريصتان تغالبان منافذ الرياح. يجتهد عمر في سد ذرائع الريح عن التصفير في شقة نزح إليها هربا من الاشتباكات. لا يعرف صاحبها، لكنه يعرف أنها صارت له مستقرا إلى حين. شقة غير مكتملة تعبث بها الأتربة والرياح، ويسكنها برد الشتاء ضيفا ثقيلا يزيد معاناة المحتمين بجدرانها. شتتت الأسرة، مرة عند الأهل، مرة عند الأقارب، مرة عند الجيران، لأن ربي قدر وشاء أني حصلت تريلا حطيت فيها أطفالي، لأن بحكم أنها فيها نوع من التدفئة وفيها إضاءة وفيها يعني نوع من وسائل الحياة. التريلو الكوخ أودع فيه صغاره ليستقر هو هنا. الكوخ أفضل من شقة أبوابها لا تشبه الأبواب ولا نوافذها كالنوافذ، فيها ما يشبه مطبخا وبقايا مؤونة وما بدا أنه موقد. حال عمر على سوئها أفضل من حال حسناء. والله واجهت الصقع والبرد وصراحة يعني مأساة الحق، يعني عشان ربي يفرج علينا وخلاص. تشكو بردا، ترجو فرجا، لا يعرف هل هو قريب أم بعيد. إلى صومعة مسجد بعيد تشير، تقول أن المسجد فيه ملابسهم يغسلون. فليس في هذه الشقة التي استقرت بها حسناء مع ثلاث من بناتها أية مرافقة ولا نوافذ ولا أبواب. ضاقت البلاد بها وبالكثير من أهلها، فصارت النوافذ والأبواب وما يحفظ للإنسان آدميته أحلاما. من لجأوا إلى هنا ليس في مستقرهم هذا أبواب ولا نوافذ، لا أبواب في حياتهم إلا تلك التي تفتح على المجهول، ولا نوافذ إلا تلك التي تطل على الحرب. صارت مأساة النازحين في ليبيا كما يقولون هم أنفسهم أكبر من المأساة التي أرغمتهم على اللجوء. خليك إلى العربي من عمارات منطقة الفلاح جنوب طرابلس.